دونك اليوم رانا في شاطئ ساسل. هذا هو شاطئ ساسل، شاطئ عالمي، شاطئ معروف، ما كاش ما يعرف شاطئ ساسل. ونظيف، نظيف ما شاء الله. راح نشوفوا فيه التربيه في الصيد البحري، وفي مجموعه من القوارب معروف بالصيد البحري. شوف هو من غير منا تقدر تشوف تصوره، غير منا تقدر تصوره. هو عنده هذا البولفار شباب، هذا البولفار تاع شباب هذا. والله هذه هي ندخلوا راح من هي ندخلوا الاخ رمضان. اليوم رانا في جوله تعريف شواطئ على مستوى الولايه، ترويج للسياحه على مستوى المنطقه. احنا رانا متطوعين في سبيل الله، في سبيل الله حبنا للولايه، حبنا للوطن، حبنا للسياحه. والله الهدف تاعنا هو نوصلوا المعلومه للسائح، سواء كان سائح محلي او اجنبي. بارك الله فيك سي رمضان. نوصلوا لهم باللي السياحه في عين تيموشنت، يعني عين تيموشنت او الولايه عين تيموشنت راح تركز على السياحه. مناظر خلابة، الله يبارك. هذا شاطئ ساسل، هذا واحد منا. والحاجة المميزة في الشواطئ في تاع ولاية عين تيموشنت هي شواطئ قريبة على كل واحدة قريبة على الأخرى، ما كانش تباعد كبير. يعني 15 10 كيلو 5 كيلو ما كانش بزاف. اليوم رانا في دائرة المالح ودائرة العملية. يعني المصطفى كيجي هنايا في الصيف يبغي يجيب العائلة.